السلام عليكم. مريض السكر الذي قرر أن يصوم بعد مراجعة الطبيب وتحت إشراف الطبيب، نفضل أن يكثر من قياس مستوى السكر. فمن المفضل بأن يقيس السكر أول ما يصحى من النوم صباحا، ثم يقيس الظهر، يقيس قبل الفطور، يقيس الساعة 12 بالليل وقبل السحور. هذه المرات تخلي يكون بالصورة تماما لتلافي احتمال الهبوط. سلامتكم.